السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنا تكون في احسن الاحوال وكنا تكون امكم على خير وبخير. اليوم دايرين واحد الخرجه من الوليدات وعندنا اليوم جورني سبيسيال اللي هو البوكسين داي. دونك حنا عبد الله يخرج بيجي ما يخرج. المهم غادي نوافيكم بجميع التفاصيل. خليكم معنا وتشوفوا. اول مره كنجي ليه ايماجينو انني ساكنه هذه 6 سنين يعني 6 سنين ولا لا وهذه اول مره تجي ليه دونك فريمون عجبني بزاف زوين فيه ميكشاب كبير وحتى الدراري عجبهم وفرحوا به دونك خليكم معنا نورمالمون اليوم عندنا جورني سبيسيال اللي هو البوكسين داي وشرط لكم هادشي في بدايه الفيديو ولكن شنو لاحظت ان الامور عاديه جدا بحال اي يوم من الايام دونك ربما عاد الامور كاينه غير سبيسيالمون في امريكا ما كايناش هنا في كندا انا حيت اول مره تنخرج في البوكسين داي مي لاحظت بان زعما عادي نورمال الحركه عاديه ما كاين حتى شي حاجه سبيسيال المهم دابا هاد عرفت علاش زعما ما كاينش داك السحام داكشي لان ما نقدرش الناس يجيو هنا لان كاين مجازات اللي هما صغار ودابا غادي نمشيو لبلاصه اخرى ونقارنو نشوفو شحال بحال صافي المهم كما كتلاحظوا شوفوا هنايا الباركينغ شحال عامر يعني حتى لاكسي باش تدوز صعيب باش تمشي عامره الدنيا بزاف يعني كاع الناس جاو هنا دونك فرق كبير ما بين ديك البلاصه اللي كنا فيها توتالوغ وهادي خليكم معنا
خلاص على السوق الكوميرسيال اللي داير كاين بزاف الناس بزاف كاين اللي يبدا صراحه اللي بغى يجي يجي كان غادي يجي الناس تاع مونريال جو كان غادي يدور كان اللي يبدا عاد حتى الغطا الا ما جيتوش مشيتو باع هادشي اللي هادشي هذا وجه هدي عليكم اصحاب موريال زوين هذا السيل ولكن صغير تسقى الحين شو دابا الفرق ما بين هذاك الكومبلكس مشينا ليه قبيله وهذا السونتر كوميرسيال فرق شاسع جدا جدا لكن ويدار عامر بزاف حاجه تقول الناس كلهم اليوم الفيديو ديالنا سال هنا كنتمنى يعجبكم ولا الا كان اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنساش دير لي ابوني بارطاجيه مع لي زامي ودير لي جيم وتخلي لي كومونتير السلام عليكم الى فيديو قادم.